سلمى، بمساحتنا الصباحية لليوم رح نتوقف بعالم تصميم الأزياء. أسماء عربية كتير قدرت تتنافس مع بعض لتكون موجودة على مستوى العالم. الإبداع السوري ما كان بعيد عن هذا المجال، فالخيال بحاكي الرقي وأيضا بحاكي الجمال. رسموا خطتهم الخاصة بعالم التصميم لتترجم على أقمشة وتكون لوحة مبتكرة بعالم تصميم الأزياء. سالي، البصمة السورية من فكرة صغيرة رسمت على ورق، بدأ خط جديد بعالم تصميم الأزياء بسوريا، بيحمل هوية ثنائي كتجربة بتعد الأولى عربياً بعالم التصميم. خطوات صغيرة لكنها واثقة نحو اسم ممكن يحاكي العالمية. الثنائي في مجال تصميم الأزياء، هاني سيداوي ومهند سيادة، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم، وصباح الابداع. دائما السوري بيتصدر بالابداع برغم ظروف الحرب. خلينا نحكي عن مهند وعن هاني كمجال دراسه، هل كان تصميم الازياء هو نتيجه عن دراسه ولا هو كان موهبه وكان شغف بدايه معك؟ خلينا نحكي مهند. هو بدايه كان موهبه، ولحتى عرفنا حبنا لهيك كللناه بدراسة بجامعة إيسمود. حلو. وحبينا الشغل كتير، ونحن حابين اللي احنا عم نعمله لأنه نحن بنحب نترك، يعني نحن كشباب حابين نترك بصمة بالشيء اللي نحن عم نعمله، ما نكون مثل أي حدا تاني بمجال تاني. يعني لو كنت أنا بأي مجال كنت رح أكون مثل أي حدا تاني. صحيح. بينما الشيء اللي أنا بحبه رح أترك البصمة الموجود اللي أنا موجود عم أعملها هلا. أكيد. هاني كمان خبرنا يعني كيف صارت هالشراكة بينك وبين مهند؟ هلا بالأساس نحن رفقات. اللي جمعنا خلال الدراسة بالجامعة هو إنه عنا نفس النظرة ونفس الذوق المشترك بموضوع تصميم الأزياء، لاحظنا هذا الشيء. كمان الخبرات المختلفة، يعني هو مهند جاي كان يعني عنده خبرة بهذا الموضوع وأنا عندي خبرة وعنا هالهواية، فحسينا إنه التيم وورك بضل أقوى. يعني معروف بهالموضوع انه التيم وورك غير، فهذا الشيء خلانا انه نفوت بموضوع الديو ونجرب هذا الشيء. حلو. يعني دائما التجربة هي أكبر برهان على قدرة الشخص انه يعمل شيء من جواته من إبداعه. مهند، بداية مشروعكم كيف بدأ؟ كيف خططتوا له؟ واجهتوا صعوبات؟ ولكن أي شيء الإنسان بيحبه فحتى لو واجه صعوبات بيلاقي الطريق سلس عليه. تفضل. نحن بلشنا بداية بالسوشيال ميديا كشباب، نحن حبينا نبلش إنه الفكرة حتمشي، كان نطور الفكرة هون كمان عنا بالبلد، إنه نطور الفكرة الموجودة كشباب. كشباب اثنين كمان، ما انه شيء جديد يعني. وبلشنا هيك مكفين لأكبر ان شاء الله. ان شاء الله. يعني نحن رح نكمل حديثنا معكم، ولكن بدنا نروح لمجموعه من التصاميم هي من مجموعتكم الاخيره ونرجع لنحكي عنها بشكل اوسع. Thank you.
حلو كثير سلمى عالم الازياء وخصوصي للصبايا اللي عم بيتابعوا هلا الفساتين اللي مرقت، شيء كثير حلو مهند، شيء كثير حلو هاني. وجود اسماء عربيه ثانيه، نحن عم نحكي كنا على المنافسه، قديش بتدفعكم لانكم طلعوا اجمل ما عندكم ابتكارات جديده، وخصوصي بعالم الازياء اللي هو كثير عالم واسع. صح. وفيه شغلات غريبه، فيه شغلات مميزه، كيف عم تقدروا تطلعوا ابداعكم بصمتكم؟ قديش عم تسعوا؟ في طبعا مثل ما في منافسه كثير كبيره، بس كمان بضل الواحد بيعمل الشيء اللي هو بيشوفه هو المميز، يعني بضل نسعى نحن وراء التميز، وراء انه نكون نحن غريبين عن باقي كل الساحه تبع تصميم الازياء. لا بس في منافسه، في منافسه حلوه صايره، وخاصه هلا برغم كل الصعوبات لا في منافسه وفي عالم عم تطلع وفي شغلات كثير حلوه عم تستفزنا حتى نصير احسن من هيك. حلو. يعني مثل ما قال مهند في تحدي دائما هاني. يمكن انتم كمان كنتوا متواجدين برا ورجعتوا على الشام واخترتوا يمكن خلينا نقول مجال كثير ناس بتخاف تخاطر فيه هلا، وخصوصا بظروف الحرب انه ازياء وتصميم. صح. وهل ممكن نحن نلاقي خلينا نقول الشهره والرواج اللي نحن عم نبحث عنها؟ نحكي كمان عن هي جزئيه من التحدي. تمام. صحيح، هو بالفعل نحن كنا عايشين برا البلد، وبعد فترة تخرجنا من الجامعة، واللي خلانا نرجع هو انه نحن اول شيء سوريين، يعني وحابين نبدا من بلدنا سوريا بهذا الموضوع. وموضوع الفاشن ديزاين عندنا شوي بالبلد بده شغل اكثر بصراحة، فحبينا نكون نحن نترك بصمة يعني كشباب سوريين، بدينا من هون يعني حتى بغض النظر فترة حرب او غير حرب. بدنا نبدا من بلدنا ونعكس الصوره، يعني نرجي العالم كله انه نحن في عنا شباب قدرانين يعملوا بصمه بكل المجالات. يعني حتى المجال لو كان صعب او لو كان نادر وجوده هلا بالبلاد، بس حبينا انه نبلش من البلد من هون. اكيد حلو، يعني كمان حتى المنافسة الإيجابية كتير حلوة اللي بتدفع للنجاح الأكبر. كان لكم فضل بإطلالات بعد تعاملتوا مع فنانين. صح. وفنانات. صح. على الأكثر فنانات، حكوا لنا شوي عن هيدي التجربة وقديش حلوة أنه تصاميمكم كبداية أو كتجربة هي ظهرت على فنانة مثلا معروفة قدرت تحقق إعجاب، اللي بيشوف الفنان لابس شيء فممكن انه يلفت نظره. تفضل احكي لنا عن هالتجربة. طب نحن بحبينا نبلش مع فنانات لانه هن دائما بيكونوا طبعا اول شيء التجربة كثير حلوة، بتشكر كل الفنانات اللي تعاملنا معهم، والفكرة انه العالم بتحب يكون احيانا بيكون الايكون تبعها هي الفنانات معينة، والتجربة كانت كثير حلوة وكثير استفدنا منها، ونحن كثير حبينا التعامل معهم. التعامل بيخليكي بتحبي الشيء اللي عم تعمليه، لأنه أنت عم تعملي شيء رغم إنه هي مثلا بتكون مقيدتك بشيء معين، لا بس نحن بنحب نغير لهذا الشيء او نطلعها بشيء بصوره مختلفه عن او نضيف لها شيء احيانا. تماما. يعني بما انه كنا عم نحكي عن كيفيه يمكن ترويج التصاميم وتعاونكم مع الفنانين، رح نروح نشوف هي الماده لبعض خلينا نقول التصاميم اللي ارتدتها فنانين سوريين وغير سوريين. خلينا نشوف.
يعني مثل ما شفنا كان لكم بصمة كتير مهمة، يعني ما فينا ننكر اليوم أنه أحد أهم وسائل الترويج لأي مصمم أزياء هو أنه فنانة أو وجه معروف يلبس من تصميمه. صدى كيف صار بعد ما يمكن كتير عالم شافوا فنانات مميزات؟ أكيد نوجه لهم كلهم تحية اللي طلعوا هلا. نوجه لهم كلهم تحية أكيد. هو كان التأثير كتير حلو بصراحة، يعني هلا أنه الناس حاولنا نترك بصمة مختلفة عند الفنانات، يعني احنا حاولنا قد ما فينا انه نكون قريبين من الكاركتر تبع الشخصية الفنية اللي عم نلبسها، بنفس الوقت انه نضيف هذا يعني البصمة تبعنا يعني تماما يعني الشيء الجديد اللي احنا ما بدنا نشوفه فيهم. فلا الحمد لله يعني اغلب كان ايجابي الموضوع وانبسطنا كثير بهالتجربة. فناناتنا كمان متعاونات يعني تماما مستعدة للتغيير، خاصة كشباب سوريين مستعدة تروح معنا للمنون، هي موافقة ما عدا مشكلة، واثقة بأولاد بلدها انه اكيد رح يطلعوا بصورة حلوة. بقى هذا الشيء كان كثير حلو. اكيد انتم يمكن اخترتوا كمان حتى الالوان لكل حدا براسه بالكاركتر تبعه. تماما. قديش نال اعجابهم الهم غير صدى العالم هنن وقت لبسوا هذا التصميم من ايدي سورية؟ قدي حبوا انه نحنا ببلدنا عنا مصممين. تمام. فما بتحتاج الفنانة تقلع حدا برا ويلبسها. صح. وكان كتير حلو انه الكومنت تبعهم انه وخاصة انه يلبسوا اول مرة من عنا يرجعوا يضل يحاكونا، وصارت كمان صداقة خاصة انه نحنا سوريين يعني. طبعا. حبوا هذا الشيء انه لا اولاد بلدنا وانه مبدعين وعم يعملوا هذا الشيء، بقى هن حبوا هذا الشيء. حلو. يعني كمان نحن هلا بهذا الوقت صرنا عم نشهد كمان برامج تصميم ازياء صار فيها تنافس كثير كبير. يمكن هذا الشيء بيخلي حتى مجالكم بالتنافس هلا اوسع وخلينا نقول اصعب شوي. يمكن كيف تدرسوا خطواتكم لما بتقرروا انه نحن بدنا نعمل شيء جديد على السوق مع سوق منافس مو بس اسماء كبيره، حتى كمان صار في هلا اسماء وشباب عم بيصح لهم فرص برا؟ صح. هلا هو الموضوع بيصير عندنا نحن انه اول شيء عم نتابع كل المنافسين او الديزاينرز اللي بالعالم، عم نتابع الترند العالميه دائما على طول، وعلى هالاساس نقعد يعني ندرس انه كيف بدنا نشتغل على الكولكشن الجديده او كيف بدنا نشتغل لفنانه ولا لزبونه ولا لاي حدا. فعم نجمع بين الترند، عم نجمع بين الشيء اللي عم نشوفه، وبنفس الوقت عم نضيف بصمتنا، فعم نحاول نطلع دائما بشيء كثير يكون مميز ويكون كمان بيناسب لمجتمعنا كمجتمع عربي سوري، وبنفس الوقت يكون جديد يعني. فهيك يعني دائما عم نحاول انه نغير شوي بنفس الوقت نضل ضمن الحدود المجتمع. حلو. يعني كمان مهند رغم الصعوبات اللي واجهتوها نوع الأقمشة وبغير قصص، قديش كان لبصمتكم دور انه احيانا الموضة، خلينا نحكي عن الموضة، بنفتح الجورنالات بنشوف شو موضة سنة 2018 منها، خلينا نقول مثلا الالوان الكامدة، قديش تلعبوا حتى على الموضة؟ يعني ما شرط نحن نتقيد بالجورنال أو بالموضة الإيطالية أو بالموضة اللي بباريس، قديش أنتوا بتضيفوا لهيدا الموضة لمسة صغيرة ممكن تقلبوها كلها؟ إيه نحن لا أحياناً بنحس إنه نحن بنعمل الموضة، يعني ليه ما نحن ليه ما نحن ندرج هذا الشيء، يعني ليه ما نحن نخلي هذا الشيء تريند هلأ؟ لا هذا الشيء كتير حلو، خاصة لما بتكوني يعني بمحل مثل الشام، هي رمز الصناعة، بتحب تورجي إنه لا أنت في قادرة إنك تطلعي كل ماش حلو مع يعني كل شيء يكون متكامل. هذا الشيء كتير حلو كان وشجعنا على هذا الشيء. أكيد يعني نحن كتير فخورين فيكم. هي القصة مو قصة قطعة قماش مصممة بشكل حلو، هي القصة هوية وإصرار وتحدي. بدنا نتشكر وجودكم معنا اليوم وإن شاء الله يا رب بتصير أسماءكم توصل للعالمية، ونرجع بنقول هدول السوريين طلعوا من هون. شكرا كتير لكم. أكيد بدنا نتشكركم وموفقين بكل خطوة، وإن شاء الله يا رب نشوف تصاميم بتنافس العالمية. أهلا وسهلا فيكم.